بتقابلهم مشاكل يومية متعددة. أحيانا بيحصل تراكم للخلافات دي ما بين الزوجين، أوقات بيكون التراكم ده كبير، المشاكل بتبقى يومية. إيه الأفضل؟ إن يكون في مواجهة الأول كده على طول وحل المشاكل دي أولا بأول زي ما بيقولوا، ولا نطنش؟ التطنيش ممكن يؤدي في النهاية لتكون المشاكل، لكن التطنيش برضو من وجهة نظر تانية إن الواحد يكبر مخه شوية بيعدي الدنيا، يعني يقولك ايه عدي يا ليلى. يعني ايه الصح؟ ايه اللي المفروض يحصل؟ هل تدخل الاسره ممكن يكون حل مساعد؟ كل الاسئله دي اجاباتها هنعرفها النهارده مع ضيفنا اللي منورنا، دكتور حازم مطر، استاذ علم الاجتماع بجامعه حلوان. برحب بيك معانا دكتور حازم. انا سالت السؤال خلاص. لا، وقلت كمان حاجتين اهم من بعض بصراحه، نواجه ولا نطنش؟ احنا هنعمل الاثنين. بس خلينا في الاول نقول طبيعة المشكلة ايه؟ لو كانت كبيرة لا نواجهها. بس احنا كزوجين. بلاش موضوع الأسرة ده خالص ولا أطراف تانية. احنا كزوجين. ليه؟ عشان موضوع التراكم اللي حضرتك قلت عليه، لأنه طبيعة الأمر عشان بس الناس ما تتفاجئش لازم يحصل مشكلات. ده لو ما حصلش مشكلات يبقى في حاجة مش طبيعية. صح. لا طبيعي إن احنا مش حد ملاك يعني. طبيعي إن احنا نختلف وليس خلاف. تمام، نختلف في وجهات النظر، في الرأي، في موضوع، في قرار، في إن شاء الله يكون فسحة حاجة بسيطة قوي. بس حضرتك ممكن تقولي طب أنا أروح المكان ده، تمام، وهو يقول أنا أروح المكان ده. فهنا حضرتك الموضوعات الصغيرة دي زي ما حضرتك قلت كده إيه، طنش وعدي، لأن دي مش الموضوعات اللي تستحق اللي نقف قدامها يعني. ينور على حضرتك. ولا أو إننا نعمل عليها مشكلة. الله ينور على حضرتك. ولا ينفع إن إحنا نصطنع مشكلة من شيء بسيط إلا إذا كنا بنتلكك بقى. هتقولي إيه ده هو في امتى؟ لما يكون في مشكله كبيره من المشكلات اللي احنا عديناها. لا، المشكلات الكبيره نقعد ونتفاهم. على فكره حضرتك قصدك ان ممكن تكون مشكله كبيره واحنا عملنا عبط كده بالبلدي يعني، عشان كده نبدا نتلكك لبعض على الصغير. الله ينور على حضرتك. وهتسيب اثر داخلي، لان المشكله الكبيره او الموضوع الكبير لازم نقف عنده، لانه ممكن اصلا ما نكملش بعده عادي خالص، بس بمنتهى التفاهم. ليه؟ لان ممكن برضو يكون في سوء تفاهم، ممكن اكون فاهم غلط او هي فاهمه غلط. تمام، فلما نتواجه هنوضح الامور. تمام، المواجهه هنا بس تكون بذكاء، ذكاء اجتماعي، بلاش النديه، بلاش مين الغلطان، لا يعني عاوز اللي يجي على نفسه شويه. ممكن يكون انا الغلطان وممكن اكون مش غلطان، بس ما فيش مانع ابدا ان انا اقول انا اسف. دي ممكن تحل. ايه ده، اقول انا اسف وانا مش غلطانه اصلا؟ ايه المانع؟ ايه المانع؟ ما هو حضرتك لو احنا حضرنا الكبرياء ده، ما هو ده برضو مشكله على فكره تراكميه. ما هي الست لما بتتنازل مره، انا بتكلم من وجهه نظر الستات وليك مطلق الحريه تتكلم كرجل يعني، مش كدكتور علم الاجتماع. لكن الستات بتحس انها لما بتتنازل شويه بشويه بيبقى هو ده الاساس، بيبقى هو ده الاساس انك انت كرجل دايما انت الصح وانا هتنازل واخد الجنب الباسيف او الجنب النيجاتيف يعني، وهيفضل رايك انت اللي ماشي، فيفضل عندي التراكم ده لغايه لما ينفجر في مره واحده. بص حضرتك، هو نوع التنازل هنا يفرق. هي ست بتتنازل ممكن عشان خاطر حبها لزوجها او حبها لبيتها واسرتها او اولادها او لتستمر الحياه، ولكن في امور ما ينفعش ان هي تتنازل فيها، لا تقف وتصمم على حقها. بس اللي انا اقصده ان تطور المشكله بيجي ازاي؟ بالنديه، اللي هو ايه؟ لا انا الصح، لا انا الصح، لا انت الغلطان، طب فاكر كذا، طب فاكر كذا. دي دايما بدايه المشكله. على فكره اغلب مشاكل الطلاق اللي بندرسها واللي حضرناها واللي دخلنا عشان نحل فيها بنلاقي السبب يا استاذ لا يذكر، سبب تافه جدا. طب ايه اللي وصله للحجم ده؟ المشكله الكبيره. الله ينور على حضرتك. يا اما تراكمات، يا اما النفسيه اصلا عندها سوابق قبل كده. عشان كده دايما حتى لما بنيجي نقول لما يكون في مناقشه بين الزوجين سواء في موضوع حالي او موضوع قديم، بلاش نفكر بعض بكل اللي حصل لنا. ده في ناس بتفتكر قبل الجواز القديم كله. ده انا بستغرب، لا فاكر في ايام الخطوبه مش الله الله الله. طب ما نفتكر الحلوه، ما هو زي ما في وحشه